أستاذ منير، يعني وبعدين يعني الجماعة ليها تاريخ طويل في التزييف والفبركة، لكن إزاي وصلنا لدرجة يعني نشر صورة إعدام شخص رميا بالرصاص في الشوارع ومن بلد تانية ومن حوالي 5 سنين؟ يعني أعتقد أنه لا عجب فيما تفعله التنظيمات المتطرفة، لأنها تنظيمات متطرفة، ولأننا نتوقع منها هذا السلوك، بل نتوقع منها ربما سلوكيات أكثر تطرفا. هؤلاء الذين اعتدوا على الإنسان، قتلوه وذبحوه ومثلوا بجثته، وفعلوا ذلك داخل المساجد التي لها حرمة، فضلا على أنهم فعلوا ذلك ضد الإنسان وهو معصوم الدماء. وبالتالي أي محتوى إعلامي ينشره هؤلاء ويكذبون من خلاله أو يشوهون الحقيقة أو يزيفون الواقع فهذا أمر متوقع. أعتقد أن حركة الإخوان المسلمين فعلت ذلك منذ اللحظة الأولى لإعلان تدشينها على يد المؤسس الأول حسن البنا، الذي أخفى نواياه الحقيقية حتى تنتشر أو ينتشر هذا التنظيم ويمارس العنف والتطرف بهذه الصورة التي نشهدها الآن بعد مرور أكثر من 95 عاما. وبالتالي ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية يؤكد ما تنشره وما نشرته وسائل الإعلام المصرية التي تحمل هم الوطن، التي تريد أن تكشف الحقيقة. نحن ندرك أن هذا التنظيم وغيره من التنظيمات المتطرفة ينشر محتوى إعلامي كاذب غير حقيقي لا يعبر عن الواقع. وبالتالي عندما خرجت هذه الوكالة الدولية لتؤكد ما فهمناه وما عرفناه عن هذا التنظيم، أعتقد أن هذا الأمر ربما يتيح فرصة لكل الإعلاميين والنخب السياسية والمثقفين والصحفيين والباحثين داخل مصر وخارج مصر كي يدركوا حجم التطرف الذي وصل إليه هذا التنظيم. وهذا ربما يجعلنا مطمئنين الى ما كنا نقوله في الماضي والى ما نقوله الان، ان هذا التنظيم متطرف، انه خطر على امن البلاد في الداخل وخطر على ما يمكن ان نسميه بالامن الانساني.